بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آيات التوكل على الله كثيرة ولكن سبحان الله هذه الآية تستوقفني طويلاً فأحببت اليوم أن أتأملها معكم. الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الكون خلقه بنظام محكم. وجعل كل شيء يسير وفق قوانين محكمة. فأرسل الأنبياء للبشر لي الهدايه وليعرفوهم بطريق الله عز وجل بما يضمن لهم السعاده في الدنيا والسعاده يوم الموت والسعاده عند لقاء الله تبارك وتعالى في الاخره وفي الجنه ارسل لنا نبيا رحيما جدا جدا اكثر مما تتصورون والله ايها الاحبه كلما قرات عن حياه هذا النبي وتعاليمه الكريمه كان حريصا علينا لدرجة كبيرة جدا لا لا يتصورها عقل. يعني العلماء يثبتون اليوم مثلا كثير من الاشياء الضارة اثبتها العلماء، النبي حذرنا منها قبل ان يكتشفها العلم، لماذا؟ لانه يريد لنا الخير، لا يريد لنا الضرر. اشياء كشفها العلماء فيها منافع للناس، النبي امرنا بها، سبحان الله. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عَنِتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا النبي شديد الحرص على امته يعني لا, لا لا يريد لهم الشر يحزن اذا اصاب أحدا من امته ولو شيء قليل من الشر لذلك يأمرنا بكل ما ينفعنا. ولكن هنا نجد ان كثير من الناس يتولى، يلحد، يشرك بالله. كثير من الناس لا يحترم هذا النبي، لا يطبق تعاليمه، لا يطبق سنته عليه الصلاه والسلام، لذلك قال الله تعالى في الايه التاليه وهي الشاهد هنا: فإن تولوا فقل طبعا هذا امر للحبيب عليه الصلاه والسلام دائما قل قلنا تاتي كامر للمصطفى عليه الصلاه والسلام، قل يا محمد فقل حسبي الله ولكن هذا الامر هو لكل مؤمن ومؤمنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الامر لي ولك كان الله يقول لك فقل حسبي الله إذا تولى الناس عنك، أنا الآن سأسقط في مجال آخر على واقعنا. إذا استخف بك الناس، إذا عاملك الناس معاملة سيئة، إذا زهد فيك الناس. لا تظن عن أنك عند الله قليل. فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني الله يكفيني، لا أريد أحدا من هؤلاء الناس. أنا يكفيني هذا الإله العظيم. فقل حسبي الله لا اله الا هو لا يملك الضر والنفع الا الله لا يملك شفائي من المرض الا الله لا يملك عمري وحياتي الا الله عز وجل لا اله الا هو هو اله واحد فقط عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الغريب هنا لماذا يذكر الله تعالى العرش مع التوكل يعني ما هو ما هي الدلاله؟ يعني انظروا هذه الايه فيها مزيج حسبي الله عليه توكلت العرش العظيم تسلسل وبدات الايه فان تولوا يعني عندما يتولى عنك الناس عندما تجد نفسك ليس لك قيمه في مجتمع لا يقدرك ولا يعطف عليك ولا يهتم بك لا تجد من يقرضك القليل من المال لا تجد من يسمع نداءك في هذا العصر المظلم للاسف الله عز وجل اعطاك هذه الايه لتتذكرها وتحفظها وترددها وتطبقها على الواقع الذي تعيشه فان تولوا ما هو الاجراء العملي فقل حسبي الله يجب ان تقول هذه الكلمه من اعماق قلبك حسبي الله وانت تستشعر عظمه هذا الاله ولكن هنا الحقيقه الانسان ضعيف ولا يعلم من هو الله عز وجل لا يستطيع ان يدرك هذا الخالق العظيم لذلك لابد ان تتوكل عليه وتسلم همومك وامرك وكل شيء في حياتك سلمه لله عز وجل لأنه رب العرش العظيم فهذا الخالق العظيم الذي هو رب العرش رب العرش سبحانه وتعالى الكون كله السماوات والارض لا تساوي بالنسبه لهذا العرش الا اقل من ذره يجب ان تتخيل ذلك في دماغك يجب ان تتخيل ان كل هذه الارض بما فيها من من مليارات البشر بما فيها من غني وفقير وذوي سلطان وغير، كل هؤلاء بالاضافه للمجرات، بالاضافه لكل الكون هو ذره او اقل من ذره امام عرش الرحمن عز وجل. طيب هذا الاله العظيم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى يعني يعجز عن حل مشكله لعبد فقير مثلا يعجز ان يرزق عبدا يقول لا اله الا الله لا يعجز لذلك هنا اخي الحبيب هذه الايه والله هي علاج لمن ياس من الناس علاج لمن تولى عنه الناس علاج لمن خذله الناس يقول لك الله عندما تمر بهذه الحاله وتجد نفسك وحيدا لا احد يكترث بك فقل حسبي الله قل انا لا اريد شيئا من هذه الدنيا ولا اريد شيئا من هؤلاء المخلوقات لانهم بشر ضعفاء لا يملكون لانفسهم نفعا او ضرا لا يملكون اي شيء فاذا كانوا لا كان احدهم لا يستطيع ان يضر نفسه او ينفع نفسه، سينفعني انا او يضرني؟ فقل حسبي الله لماذا لماذا انا يكفيني الله لانه لا اله الا هو؟ لو كان هناك الهه متعدده كما يعني يدعي البعض اذا لذهب كل اله بما خلق لاصبح الكون عباره عن فوضى ولكن لانه اله واحد عليم حكيم فانا عليه توكلت. وتوكلي هذا ليس على اله ضعيف او اله غير قادر او اله غائب عن الكون او اله خلق الكون وتركه. لا لا لا. انه رب العرش العظيم. هذا الخالق العظيم يستطيع ان يسخر الكون كله لخدمتي في ثانيه او اقل من ثانيه. اذا لماذا الجا لغيره؟ لماذا اذهب الى فلان وفلان وفلان وما اخذ ما يسمى بالاسباب وكذا وكذا، والله موجود يقول لي فقل حسبي الله لا اله الا هو، لذلك ايها الاحبه اختم معكم بهذه الايه رجاء يعني هذه الايات ارجو ان تحفظوها على الاقل ان تلقى الله وانت حافظ لشيء من كلامه كيف ستلقى الله يوم القيامه كيف ستنزل الى هذا القبر كيف ستقابل ملائكه الموت لحظه الموت من الذي سيدافع عنك انه القران انه كلام الله الذي في صدرك فعلى الاقل احفظ ولو ايه من القران ورددها عسى ان تكون حلا لمشاكلك في الدنيا ونورا لك في قبرك ونورا يوم لقاء الله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته